النجم قدمت لأجل الوطن لنيل الحرية والاستقلال في جميع المناطق والجهات. أنا نور الحرية، أنا شمس الإنسانية، أنا قيم ومبادئ الثورات النبيلة، أنا الأمل والتفاؤل والمستقبل المشرق لليمن. أنا العهد الكهنوتي البغيض، أنا الماضي المظلم الأليم، أنا عصر التخلف والظلام، أنا الفترات الصعبة التي عانى منها اليمن وشعبه قديما. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، أخرجي خفيقة في كل قمة، أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرام أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. صباح الخير لكم جميعا، صباحكم سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، صباحكم يفوق عطره من ريح نسائمكم. أيها الأحبة الحاضرون، إنجازات الثورة اليمنية توجت بعقد سياسي وطني يتمثل في وثيقة السلم والشراكة. بقوة السلاح وإرادة الشعب اليمني انتزع الوطن استقلاله في 30 من نوفمبر عام 1960 ميلادي. في 14 أكتوبر عام 1963 ميلادي أكد اليمنيون وللمرة الثانية خلال عام واحد من اندلاع ثورة 26 سبتمبر عام 1962 ميلادي صلابة إرادتهم التي لا تقهر، فحققوا الانتصار العظيم والناجز بنجاح ثورة 14 أكتوبر المجيدة، وبطرد آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر عام 1967 ميلادي، ومن ثم اتجهوا لتحقيق أهم هدف من أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، فكان لهم ما أرادوا، حيث تحقق ذلك الهدف المتمثل في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو عام 1990 ميلادي. نحن لازلنا معكم في اليوم السبتمبري والأكتوبري والنوفمبري مستمرين، ولازالت سفينتنا تبحر معكم. أما الآن دعونا نقطف زهرة من آيات القرآن الكريم ومع الطالبة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية،
كلا لا تطعه واسجد واقترب. شكرا لك يا أختي الطالبة. لقد استطاعت المرأة في ظل الثورة السبتمبرية أن تجد لنفسها مكانة مميزة في مسيرة العمل السياسي، ونجحت في أن تكون مشاركة وحاضرة بقوة وباقتدار في الحياة السياسية اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر. ولفتت إلى أنه منذ ثورة 26 سبتمبر تضاءلت الفروق بينها وبين الرجل، إذ لم تعد هناك أي عوائق تحول بينها وبين أن تكون في صدارة مؤسسات وقنوات العمل السياسي والحزبي والإداري للبلاد. أما الآن دعونا نستمتع مع فراشات مدرستنا والأغنية الترحيبية.
شكرا فراشات مدرستنا. ولعل ذلك الدور التي باتت المرأة اليمنية تلعبه على الصعيد السياسي هو الجانب المبشر الذي يصف حال المرأة اليمنية ونظرتنا إلى رأيها ومشاركتها في الحياة السياسية من خلال المسؤوليات الحكومية والمجتمعية العليا التي تتولاها المرأة. أما دورها غير المباشر فيمكن في متابعتها الحثيثة لتطورات الوضع السياسي في البلاد ومناقشته مع شريكها الرجل. أما الآن مع كلمة الإدارة المدرسية. بسم الله، سلام الله يسري ما أقامت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزهر الدفينة. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمينة. سلام يهدي إليكم مع الأشواق ممزوجا حنينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الأستاذ محمد سعيد بلحاف مستشار التعليم، الأستاذ خالد فتيحي رئيس قسم الأنشطة، الأستاذة خديجة بن شهاب مدير محو الأمية، مدراء ومعلمي المدارس الحاضرون جميعا، أهلا وسهلا بكم. كلما غرد قمري وناح وكلما رددت فوق المدائن حي على الفلاح، تحية تمتدلها سعادة يعجز اللسان عن عزفها والقلم عن ترجمتها. يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن إدارتنا الكريمة أن أقف أمامكم في ذكرى أعياد الثورة اليمنية، ثورة 30 من نوفمبر و14 أكتوبر و26 سبتمبر، ونتذكر معكم التضحيات التي قدمها شعبنا في شهداءنا في الثورة اليمنية في سبيل الخلاص من جحيم المستعمر البريطاني بمشاركة مختلف الأطياف والتوجهات والتكوينات من الفعاليات الطلابية والنسائية والنقابية في مسيرة النضال. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، لقد شكلت ثورة 14 أكتوبر 1963 امتدادا وطنيا لثورة 26 سبتمبر في عام 1962، وقدمت كل أشكال الدعم العسكري والسياسي والمادي والإعلامي. وأن الاستقلال الوطني المجيد في 30 من نوفمبر 1967 الذي نحتفي اليوم به إنه منعطفا هاما في مسار الحركة الوطنية اليمنية، وانتصار الثورة المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر متوجا وحدة نضال وكفاح أبناء الوطن الواحد، رغم التشطير حينها برحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن. ويعتبر ذلك اليوم المجيد المحطة الأبرز تاريخيا ووطنيا للعبور إلى مرحلة التحرر والاستقلال والوحدة. الأخوة والأخوات، لقد كان اليمنيون في مختلف مراحل التاريخ أشد تضامنا وتماسكا ومحبة وتآخيا وتسامحا، وسوف يظلون كذلك مهما كانت المؤامرات والمخططات، وستبقى الأهداف الوطنية التحريرية التي قد قامت من أجلها الثورة اليمنية الخالدة 26 و14 أكتوبر وتعمدت بدماء الشهداء والجرحى والمعاقين حية في عقول وضمائر وقلوب كل اليمنيين الأحرار. وبهذا نجدد العزم على المضي قدما في الطريق الذي خطه شهداء الثورات اليمنية المجيدة. الأخوة والأخوات الحاضرين جميعا، إن عظمة الشعوب هي من عظمة الأيام التي تخلد فيها إنجازاتها الكبيرة. ومن هذا المنطلق اسمحوا لنا أيها الأخوة والأخوات الكرام أن نقدم كلمات شكر وعرفان إلى مكتب التربية والتعليم وإلى قيادة السلطة المحلية المتمثلة بالمحافظ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس المحلي على الجهود التي يبذلونها في التنمية وتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات وتطويرها والحفاظ على الأمن والاستقرار. وإليكم أصحاب العطاء وأصحاب النفوس الطيبة المعلمون والمعلمات، فأنتم من رسمتم بجهودكم طريق النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكون الآن مع خواطر سبتمبرية وأكتوبرية ونوفمبرية ومع الطالبة. هل يا مجد نوفمبر على أرض السعيد، وانت يا سبتمبر الأمجاد خلد في الوجود. حل يا أكتوبر على أرض مجيد، وارتقي يا راية الأحرار العليا صعود. من جبالك يا سعيدة ارتفع صوت النشيد، وثلايا صف جيشة خلت القازي شرود. طهري يا ثورة العزة وهذا يوم عيد، واشطري عزك بدم الحر وعزف لحن عود. منك يا شمسان محفل مصنع الوجه التليد، ويا 30 نوفمبر قيض حاسد والحقود. ارسم الاشراق بسمة واستعيد المستعيد،
واكتب الثورة بحبرك فوق أطلال الحدود، من شمال ومن جنوب ذوب وطوق الحديد، كسر الظالم وقسره وانكسر به عود عود، ندعس عهد الإمامة وانتهى عهد حميد، عقدها الظالم أفل في الشواطئ ونجود. ثمة أحداث كان لها حظ الأسد في تغيير الحياة العامة وصناعة منعطفات هامة تركت أثرا فيما بعدها، ومن هذه الأحداث ما أنجزه اليمنيون يوم 14 أكتوبر عام 1963 ميلادي، ففيه كانوا يدشنون مرحلة نضالية جديدة يقارعون فيها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، وبجهود جيل من المناضلين الذين تجاوزوا حدود الجغرافيا وتمسكوا بارتباطات التاريخ الذي يؤصل الارتباطات العميقة في حياة اليمنيين، وبتأزر كل هؤلاء غابت شمس المملكة المتحدة في جنوبنا اليمني، فرحلت في 30 نوفمبر عام 1967 ميلادي، وخرج الأحرار يغنون بلحن الانتصار برع يا استعمار برع، واختار اليمنيون الحرية بدلا عن الاستعباد والشموخ بدلا عن الانكسار، وانتهت مرحلة السلطنات المتناثرة والمشيخات المتناحرة التي عذاها المستعمر ليضمن تمزق اليمنيين، وليظل لأكثر من قرن وثلاثة عقود جاثما على ثغر اليمن الباسم. أما الآن مع المسرحية ومع الطالبات. ربي وعي النواخ بين العين وبوي يا عيني لوبي وعي المالح لوبي واستغفري توبي ولا ليش الله ما حزن وبي وعي ريحي جال لابا تقريبا للسوا. دخول الإمام يحيى. أهلا بك يا سيدي، إلى أين ستذهب؟ سأذهب إلى حزيز في سرحان، منطقة خضراء، وأنت تعلم بأني أحب هذه الأماكن. اغتيال الإمام يحيى. من قتل الإمام؟ هنالك شخصان قاموا باغتياله، هما علي القردعي وجمال جميل. لابد من اعتقالهما فورا وإعدامهما. في هذه الأثناء كان الإمام أحمد في تعز ولم يستطع أن يدخل صنعاء، فأخبر الشعب في تعز: ادخلوا صنعاء ولكم كل ما وجدتموه هناك. وبهذه الذريعة استطاع أن يدخل صنعاء. دخول الإمام أحمد. أهلا بك يا سيدي، خير خلف لخير سلف. حصار القصر. القصر محاصر يا سيدي. من يجرؤ على حصار القصر؟ إنه أحمد الثلايا وزملائه يا سيدي. ربيته في قصري وعلمته ودرسته، وفي الأخير يطعني في ظهري. لقد تم القبض على أحمد الثلايا وزملائه يا سيدي. ما الحكم يا شعبي؟ اقتلوه. قبحت من شعب أردت له الحياة فأراد لي الموت. اغتيال الإمام أحمد. اغتيال الإمام أحمد من قبل ضباط الجيش اللقية والعلفي ومحسن هندوانة. اقبضوا عليهم. اعدموهم. أن نموت أو نحيا فنحن فداء لهذا الوطن.
قيام ثورة 26 سبتمبر. أهلا يا يوم الحرية، أهلا يا رمز التضحية، أهلا بك يا عيد الثورة، أهلا بالسادس والعشرين من سبتمبر. أما الآن مع عرض لمرشدات الكشافة. شمس النهار وارفع لوحدتك المنار ولك الفخار.
لقد نجحت خطتنا واستطعنا دخول عدن. ماذا عن سكانها؟ اخرس! ما هي خطتك يا سيدي؟ سنهاجم المدينة ونقسمها إلى محميات وإمارات، ونجعلها مستعمرة تابعة لنا، ونفرق بين سلاطين الإمارات والمحميات، وسنعمل على سياسة التعذيب والقمع والتشريد والإبادة لمن يقف ضدنا. ما بك؟ هناك مظاهرات في المدينة وانتفاضات ثورية في بعض المناطق التابعة لنا، وهناك انتصارات ثورية بشمال اليمن. دمروا جميع المناطق واقتلوا من يقوم بالمظاهرات. لقد عاد راجح لبوزة بعد الانتصار الذي حققته ثورة الشمال. إلى متى هذا الوضع مع الاستعمار المغتصب؟ قريبا سنتحرر. قد تحرر شمال اليمن ونجحت الثورة بالشمال، وتم القضاء على الحكم الإمامي المستبد نهائيا، والآن ستنطلق شرارة ثورتنا ضد الاستعمار. كونوا على أتم الاستعداد وانتظروا ساعة الصفر، وهي قريبة. سلم نفسك ومن معك. أخبر قائدك بأن عهد الظلم والاستبداد سنقضي عليه من أرضنا. سيدي، لقد تم القبض على أحمد مقبل عبد الله. سحقا، فلتستعدوا للحرب. انطلقت الثورة في الجنوب صبيحة 13 من أكتوبر عام 1963 ميلادية من أعالي جبال ردفان الأبية، والتي استشهد على أثرها القائد راجح بن غالب لبوزة وبعض الثوار، حيث استمرت الثورة إلى أن انتهى بانتصار الشعب على الاستعمار البريطاني بتاريخ 14 من أكتوبر عام 1963 ميلادية. أهلا يا يوم نصرنا العظيم، أهلا بيوم النصر الأكبر، أهلا بالعيد الأول لثورة 14 أكتوبر. أما الآن مع فراشات مدرسة. في مكان بيقل مقداره، من ساب أرضهان والعز في داره.
صياح نغنيها من ربنا نعمة ندعوه يحميها حب الوطن الشكر موصول لكم وإن جميع الشكر لا توفيكم ولو جزءا بسيطا من حقكم وذلك تقديرا لعطائكم الدائم والمستمر في سبيل رفع مستوى التعليم والسير به نحو الأفضل. أما الآن مع كلمة مستشار التربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير معلمين ومعلمات محافظة المهرة بشكل عام وبالخصوص مديرية الغيضة مدرسة 26 سبتمبر للبنات. بداية ننقل لكم تحيات الشيخ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة والذي يولي اهتماما كبير بقطاع التربية والتعليم على مستوى محافظة المهرة. ثانيا أحيي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم بمديرية الغيضة على ما يقوم به عبر هذه المدارس النضالية المدارس التي تستحق الشكر والتقدير من احتفالات جسيمة بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وحقيقة شاهدنا في الأيام السابقة زخم عظيم وزخم كبير احتفالات بأعياد الثورة اليمنية وهذا الذي يثلج صدورنا في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الشعب اليمني على مستوى الوطن بشكل عام. وحقيقة نزف إليكم تحياتنا وأنتم عماد المستقبل وأنتم الذين تقومون بكل الأدوار النضالية في هذه المحافظة محافظة المهرة. ثانيا نشكر إدارة مدرسة 26 سبتمبر على اختتام أنشطتها المدرسية للفصل الدراسي الأول وحقيقة أدوار كبيرة تلعبها هذه المدرسة وبقية مدارس محافظة المهرة. ثالثا نشكر إدارة الأنشطة المدرسية بمحافظة المهرة مثلة بالشيخ أبو الأستاذ خالد الفتيحي الذي يقوم بدوره دائما نراه في كل المحافل الأنشطة على مستوى مديرية المحافظة وهذه الشخصية التربوية التي لها الدور الأكثر في تنشيط هذه الاحتفالات على مستوى مدارس محافظة المهرة. الشكر والتقدير لكم جميعا ونشكر حضوركم ونشكر تفاعلكم مع ثوراتنا ثورات اليمن السعيد ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا ليمننا وشعبنا أعياد ثوراته سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والمجد والخلود للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش أحرارا والفخر والعز لرجال جيشنا الوطني للذين لا زالوا يحملون هم مقارعة الإنقلاب في جبهات المواجهة ترسيخا لقيم سبتمبر وأكتوبر والخزي والويل لكل مشاريع الارتهان الحديثة. ختاما لا نقول لكم وداعا وإنما لنا لقاء بالمرات القادمة والآن دعونا نستمع لهذا المشهد الرائع مع الطالبات ومن ثم ندعوكم لافتتاح المعرض العلمي وشكرا جزيلا لكم.